أخونا أسير اتفضل. السلام عليكم شيخنا وعليكم الحبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. أسير اتفضل. خليط مليطي. أنا أشك إن في الاتصالات المصرية حاطين واحد شيعي يقطع اتصالي عليك. أشك. لا والله. مثل ما حاطين باليوتيوب واحد يراقب بس قناتي. لحد الآن أنا حضرني خلاص. قناتي ما أقدر أنزل فيها إلا حاجات بسيطة. أنت حضرت؟ كذلك أنت. في. أنت حضرت؟ أنا انحضرت أبشرك ونزالت مني كل المميزات. وباقي لي إنذار واحد ويطقوا لي برا. الله المستعان. طيب. طبعا القناة جديدة. شيخنا الحبيب. قناة جديدة. هو عامل القناة جديدة بس الإخوان ما عندهم تفاعل فالإبلاغات مالت الشيعة. يعني أنا عندي مثلا 20,000 مشاهدة ما فيها إلا 1,000 لايك. وإضافة أنت ضيف لها 2,000-3,000 ديسلايك فأكيد يقولون هذا مش تمام شغلته. صحيح. فيحطوني دائما بالقائمة. فتصور إني أنزل فيديو يظل أسبوع يلا يفتحون عنا الحظر مسموح ينزل أو ما مسموح. يعني أشوف قوانين مش شايفها. المهم شيخنا الحبيب. الله مستعان. المهم بارك الله بيك مولانا. قبل كم يوم دخلت على التيك توك سويت بث مباشر فأريد أسلم على الإخوان يحبوني ويعزوني وأحب أسلم عليهم مبارك لهم في رمضان. فدخل علي أحد الأصدقاء الشيعة قال أنت وين هربان وأني أدور عليك من مكان المكان. قلت له الفضل لكم سويت حسابات 7 حسابات أغلقتوها أنت هربان وين هربان أنا أهرب منك أنا سستاني نفسه مالك ما أهرب منك. المهم فقلت له شنو مشكلتك؟ قال ناظرني برزية الخميس. قلت له ما شبيه رزية الخميس؟ قال قول عمر عن الرسول إنه يهجر قلت له حلو ممتاز عمر قال هذا الكلام؟ قال قلت له أنا مقر بهذا الكلام أنا معترف بهذا الكلام وشنو المشكلة بهذا الكلام؟ قال أوف المشكلة إهانة للرسول. قلت له حلو ممتاز الآن أنا إذا قلت لأبوك يهدي شو راح أسوي لي؟ قال أضربك أدمرك أقتلك أسوي بك كذا كذا. طيب وعلي ليش ما سوى باللي أهان الرسول؟ لا أنت تحسب علي مثلنا؟ لا قلت له مو أحسب علي مثلك. أنتم تحسبون علي جبان أنت شجاع عندك غيرة عندك شرف تدافع عن علي وعلي جبان ما يقدر يدافع عن الرسول. الرسول انهان قدام عينه وما قدر علي يدافع عنه. هذه اللقطة حبيت أشارككم فيها من الجسمة. لكن الموضوع الأهم شيخنا موضوعكم اليوم اللي هو العصمة والموضوع الثاني والموضوع النقطة اللي حبيت أشاركك فيها اللي هو الأخونا اليمني اللي قال أنا معاي شيعة في المكان وما أعرف إيش وإحنا ننظر أو نجادل. نصيحتي لك لوجه الله غير السكن أو طلعهم من السكن. نصيحتي لك لوجه الله عن تجربة أحاكي عن تجربة وهذه أثبتها كثير من الإخوان وأنا شايفها بعيني. قد يضرك بالأكل قد يدخل بالأكل قد يحط نجاسات بالأكل عندك هو يعتبرك ناصبي. يا رجل إحنا في العراق أنا أكلت في بيت عمي أخو أبوي مسكوا المواعين والصحون كسروهن بالزبالة ما غسلوهن. شوف ماعون اللي يلعق فيه الكلب يغسلونه الماعون اللي يلعق فيه الكلب يغسلونه. أنا ما غسلوا المواعين حتى ما حاسبيني كلب بل أنجس من الكلب. كسروا المواعين وما أكلوا معاي بنفس الماعون. يعني هم جالسين على سفرة وأنا جاء. أنا استغربت من الوضع كله بعدين ذكرت قلت نسيت أنا وهابي. فنصيحتي لك حبيب اليمني ابتعد عنه. لا تحاول إحنا واحد وأخوة وصداقات اتركها على جنب. النقطة الثانية اللي هي أتكلم بها هذا المستفصل الفلسطيني ما أعرف من آيات جهة هو عن عصمة الأئمة اللي الله عز وجل أعطاهم. يا ريت شيخنا في رواية عندك يا ريت تطلعها من مسكت فاطمة بزوانيق علي بزوانيقة بتلابيبة منها مسكته بتلابيبة وما هددته لما باع الجدار. يا ريت تطلع خلي يشوفونها شيعة المعصومة كتلة المعصوم شبعتها بوكسات وما فكتها لما ما اجى جبريل ركض للرسول الحق يا رسول قال ها قال له فاطمة كضت المعصومة شنطتها شنط وزنطتها زنط وطلع الرسول خطية يركض يا فاطمة تركيه معودة ايش قاعد تسوي معصوم ما يصير. بس هذه الرواية تهدين دينك. والنقطة الثالثة اللي حاب أعقب عليها شيخنا الحبيب اللي هي نقطة
ماكو سنة بس عندنا شيعة. نعم أنا أدعي كشيعي، أنا أروح أدعي البوذي والسيخي، أقول له يا سيخي أنت مو تدوس عليك البقرة؟ راح يقول لي نعم، أقول له تعالي دوس عليك المعمم، اترك البقرة تعالي دوس عليك المعمم. يا سيخي أنت مو تدس تدخل بنهر الدانوب ما يسمونه هذا اللي عندهم بالهندي اللي كله نجاسة ووساخة وعفن قرود وفيران وما أعرف إيش، أقول له تعال عندنا خيسة المعمم، عندنا خيسة حاج يوسف الصرف الصحي مال حاج يوسف الدغمر بالصرف الصحي وأنت تطلع ممتاز، تعال عندنا شعيرة الخنزير الدغمر بالطين وأنت تطلع آية الله العظمى، عندنا هواي أبشن شيخنا أنت ما حسيته أبشن مغري. هذول الأوروبيين ما عايشين هذا الأبشن، أنت شايف الأوروبي من يزحف مثل السحلية يجرب هذا الشعور من يزحف مثل السحلية؟ أنت شايف الأوروبي من يستأجر الاثنين ماسكين فيديو مصياف ودقونه وصح يا علي والله عندي الفيديو موجود ودقونه وصح يا علي، هو مستأجرهم على طول طريق المشايب الأربعينية. هذا الأبشن ما موجود يا شيخ، هذا أنت ما حكيت عن نظام الشيعة المساكين. نعم في كثير مغريات في الدين الشيعي وفي أبشن الناس تنغري بي، لكن يا شيعي أقول لك شغلة نصيحة لوجه الله، إذا كنت تسمع ما أدري إيش قد حافظين علي وإيش قد هذا مبين من بلاغاتكم علي بالفيس وتويتر ويوتيوب وتيك توك، أنصحك نصيحة لوجه الله، الله عز وجل يقول عن هذه الأمة اللي أنت ما عندك بالدين كله إلا إيش قال عائشة إيش قال عمر إيش قال أبو بكر إيش حط فلان إيش حط علان، الله عز وجل يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا مو احنا مو مسؤولين عنه، الله ما راح يسألنا عمر لها ما كسبت كسب. ولكم ما كسبت وما لا تسألون عما كانوا يعملون. كم من عسير فاحنا ما راح يسألنا الله عز وجل عن عمر وابو بكر وعثمان، راح يسألنا عن كلام القرآن، اذا انا مؤمن بكلام القرآن او كافر بكلام، راح يسألني عن صلاتي عن عبادتي عن توحيدي عن سجودي لله عن صدقتي عن زكاتي عن صيامي عن حجي، هذا اللي راح يسألني عليه. فاشغل نفسك بهذه الحاجات واترك هؤلاء القوم لله ربهم يحاسب. وجزاك الله خير انك اعطيتني هذه الفرصه. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا غالي، تفضل.